نظمت السلطات الإدارية بإقليم نادي الشرق بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ملتقى حول التعايش السلمي بين اللاجئين والسكان المحليين. المناسبة ترأسها الأمين العام لإقليم نادي الشرق محمد حسن آدم. تطبيقا لسياسة السلطات العليا في البلاد الرامية إلى تعزيز التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد وحفاظا على كرم الضيافة والاستقبال الذي يتمتع به الشعب التشادي، جاء هذا الملتقى الخاص بالتعايش السلمي بين اللاجئين السودانيين والسكان المحليين بمناطق إيواء اللاجئين بإقليم إنادي الشرق. وأن هذا الملتقى جاء بمبادرة من السلطات الإدارية بالإقليم ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الحشسير بإنادي الشرق. مسؤول مكتب الحشسير بإنادي الشرق بيمبا ديالو في كلمته بهذه المناسبة أشار إلى أهمية هذا الملتقى في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين المواطنين واللاجئين، كما شكر السلطات الإدارية والتقليدية والعسكرية بالمنطقة على وقوفهم الدائم بجانب المفوضية السامية لأداء مهامها على الوجه المطلوب. الأمين العام لإقليم إنادي الشرق ماب مرا من ناحيته أكد بأن الحكومة التشادية ملتزمة بتعهداتها لا سيما استقبال وإيواء اللاجئين والنازحين من دول الجوار، وعليه طلب من المشاركين تبادل الآراء والأفكار الهادفة وتقديم الاقتراحات من أجل الخروج بنتائج إيجابية تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين وسكان الإقليم. ترأس حاكم إقليم مايوكبي غرب الجنرال ويدينغ أسي أسوي أعمال الورشة حول وضع استراتيجية للإدارة المستدامة لمنطقة السلامتا بمحافظة مايودلا. تقرير عباس بكر مصطفى. يعد إقليم مايوكبي غرب من الأقاليم التي هضيت ببناء مراكز الخدمات من قبل مشروع البنية التحتية الريفية والرعوية بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية. خلال أعمال الورشة للتبادل حول وضع الاستراتيجية للإدارة المستدامة لمراكز الخدمات بمنطقة سلامتا بمحافظة مايودالا، المندوب الإقليمي لتنمية العالم الريفي جلجا محمد قال إن هذه الورشة تساعد العالم الريفي والرحل في معرفة كيفية تسيير المراكز الخدمية التي ستسهم في تنمية القطاع الريفي. حاكم إقليم مايوكبي غرب الجنرال وايدينغ أسي أسوي قال إن تشاد كغيرها من الدول التي تهتم بقطاع الريفي والرعوي، وإن تنمية البلاد لا تتم إلا عبر تنمية العالم الريفي، لذا فإن السلطات العليا تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع. في نهاية أعمال الورشة قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مختلف فروع المبنى التي في قيد التشييد 95%، وهسه حاليا المشكلة ده أننا قادرين نكمله تو من هنا لآخر شهر 12 المشروع كله بكمل، وهنا البنى فضلت هسه الحالة إلا المهمة الانتربريز تأثر، المهمة تكمل من هنا لآخر الشهر إن شاء الله. أسره خلي الأكيب هنام ده كان أول 2-3 كله خلي ملتبلي خلي 6-7-10 أكيب يخدموا ليل نهار أبرزون ما هنشان تي خلي يسوه كم ميدات إنهم كله خلي يجيبوا أجلة عشان يكملوا في المئات ده اللي بيكون أحسن برايهم وبرايهنا عنينا كله. المراكز الخدمية تتكون من 6 أقسام، منها مدرسة لتعليم الأطفال وسهريجا للمياه ومركز صحي ووحدة تحويل اللبن وغيرها. عرضت قوات الدفاع والأمن بإقليم تيبستي على حاكم الإقليم حسن شناي إلمي مجموعة من المعدات التي استولى عليها رجال الأمن من بعض المتسللين غير الشرعيين بيقومون بتنقيب الذهب بطرق غير قانونية، وتتمثل هذه المعدات في مولدات كهربائية وأسلحة نارية بجانب أجهزة البحث عن الذهب. حاكم الإقليم حسن شناي إلمي أشاد بهذه المبادرة والجهود التي بذلها رجال الأمن، وهذا يدخل في إطار استدباب أمن واستقرار المنطقة. هذه المناسبة كانت بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين. احتفل سكان مدينة إيريبا التابعة لإقليم وادي فيرا احتفلوا بعيد الحرية والديمقراطية. المناسبة كانت بحضور حاكم الإقليم الجنرال محمد دليو تنقل. آدم حسن المكة. الذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية كان لها طعم ونكهة خاصة بمحافظة إيريبا الكائنة بإقليم وادي فيرا. صباح الأول من ديسمبر لم يكن يوما كغيره من الأيام بمدينة إيريبا،
حيث خرجت المدينة برمتها للاحتفال بيوم الحرية والديمقراطية، اليوم الذي تكسرت فيه قيود الحديد. ولإعطاء المناسبة طابعا رسميا وابتهاجي، حضر حاكم إقليم وادي فير الجنرال محمد ديليو تنقل وعدد من الوفود الآتية من جميع مناطق الإقليم. وفور وصول الحاكم إلى ساحة الأمة تفقد الوحدات العسكرية، ومن ثم إكرام وتقديم الإجلال لقبر الجندي المجهول. وابتدأ الحفل بمداخلة كل من الأمين التنفيذي لمجلس الحركة الوطنية للإنقاذ بمحافظة إريبا عبد الكريم سي، ومحافظ محافظة إريبا صالح تجاني حجار، اللذان أشادا بالجهود المبذولة في تطوير البلاد بفضل هذه الحرية والديمقراطية. حاكم إقليم وادي فير الجنرال محمد ديليو تانجل في خطابه بهذه المناسبة أشاد بأهمية الاحتفال بيوم الأول من ديسمبر. أنا مبسوط كيف اليوم لمشاكل أنا لدول القاعدين الجيراننا كل قاعدين علينا اليوم مرتاحة ننوم ونقوم ونساوق ده. نشكر الله ونشكر رئيس الجمهورية ونشكر لقوات الأمن. كما دعا الحاكم محمد ديليو تانجل السكان إلى الوحدة والتماسك والتعايش السلمي وتقديم الدعم اللازم إلى جميع الوحدات العسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار. هذا وقد شهد الحفل عرضا عسكريا ومدني. خرج سكان مدينة فايا حاضرة إقليم بوركو في مسيرة كبرى منددين فيها بقرار الإدارة الأمريكية الذي يمنع دخول التشادين إلى أراضيها. كان ذلك بساحة الشهداء بمدينة فايا. محمود مسلفيل. سكان مدينة فايا حاضرة إقليم بوركو احتشدوا بساحة الشهداء في مسيرة كبرى شارك فيها العديد من سكان المدينة لمختلف شرائح المجتمع كالجمعيات الشبابية والنسائية، فضلا عن وجهاء القبائل وتلاميذ المؤسسات التعليمية المختلفة. وتهدف المسيرة إلى الاستنكار الشديد للقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف البلاد بأنها داعمة للإرهاب، معلنين مساندتهم ووقوفهم خلف رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي بذل جهودا مقدرة في محاربة الإرهاب والإرهابيين. وخير دليل على هذا تدخل البلاد في جمهورية مالي والكاميرون ونيجيريا من أجل محاربة الإرهابيين وجلب الأمن والاستقرار لأولئك المواطنين. وبهذه المناسبة شكر منسق جمعيات المجتمع المدني بمدينة فايا أبكر عبد الله المواطنين الذين خرجوا بكثرة لتلبية الدعوة داعيا إياهم إلى توحيد الكلمة والعيش في سلام دائم، مضيفا بأن كل المبادرات التي يقوم بها الرئيس الجمهورية تدخل في إطار المصلحة العامة بغية تحقيق الأهداف التنموية في البلاد.